السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس جيمز، مقطع جديد في 17. كيف تسوي الدوري الصيني؟ اليوم راح ننزلكم طريقة كيف تسوي نادي جوانزو. فايش تسوي؟ تروح انتقالات الفريق، ثم تروح عملاء أحرار. فين عملاء أحرار؟ اوكي، ثم تروح أوسكار، توديه فين؟ دقيقة خليني أتذكر فريق. أنا بتذكر، أوكي إيه، تودي نادي إيه، فلارنسي، وتودي أيضا معاه باولينهو. هو باولينهو في حقيقة ترى نقل، لا شو اسمه، نقل برشلونة، بس هو معاهم. وعندك أيضا ريناتو، جستو، وجيل. ثم ايش تسوي؟ تفاصيل، تروح تحط من 60 إلى 70. اوكي، اصبر انا غلطان. فتروح عملاء احرار، ايوه كذا. وهنا مثلا نيجاندو دودوجو، هذا صيني. لا مو بذا، فينو في لعيبة صينيين كثير. اي هذول، مثلا تحط هذا هنا، هذا هنا، تكمل هنقهايا مدري شو اسمهم ذول. تحط اغلب اليابانيين الصينيين في النادي. اوكي، اللي جلبلين وجا على بانينين كلهم خلاص. تحط الصينيين وتسوي النادي، خلاص يصير النادي تلاقيه عندك وبس. هذه الطريقة. وثم تروح تسوي مثلا العب، يعني اعذروا لان ماني عارف الطريقة، صعبة هي ابدا، مستحيلة، اغلبكم يطالبوني، انا قلت لكم ما اعرف لها. بس اذا تبون انزل لكم كيف تسوي نادي الاهلي الاماراتي، وصلوا هذا المقطع 30 لايك. وبس تروح تبدل في اي مكان تبغاه، مثلا في الدوري الياباني عشان يلعب في تسوي دوري ابطال اسيا وبس. فهنا انتهت المقطع، اتمنى يعجبكم المقطع. اعذروني اذا الشرح ابو كلب، بس ما اعرف يعني، هذا الطريق العيفة. واتمنى توصل المقطع فوق في اقصد 30 لايك عشان انزل لكم كيف تسوي نادي الاهلي الاماراتي مع الطقم وكل شيء. فارس جيمز، مع السلامة.